قبل ما نخش في الانترو اللهبي، اخويا ابو اللاق نزل مقطع جديد زي اللهب، وفيه شاف ردة فعل العرب لو شافوا اجنبي في السيرفر العربي، وردات الفعل كانت جدا جدا اسطورية ورهيبة جدا. فاللي ابغاه منكم يا لهبيين انكم تشوفون المقطع وتوصلون ابو اللاق الى 1000 مشترك. ابدا ابدا ما هي صعبة عليكم، لانكم انتم بكل بساطة لهب. رابط قناته راح تكون في خانة الوصف. But my broken will and I can't go again. Now هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ديد ريدمشن 2 زي اللهب. طبعا في مقطع اليوم راح نشوف سويا ايش راح يصير لو ريد ديد ريدمشن كانت ليجو، او ما يسمى بالعاب التركيب او الالعاب المركبة بين قوسين مكعبات. طبعا راح نشوف فيديو اسطوري جدا عنها، اضافة الى بعض الفيديوهات الاخرى. قبل ما نبدأ في المقطع اتمنى انك تشارك في القناة لو ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات، نبغى نوصل 100,000. هو والله طولنا ايه لهبين، شدوا حيلكم، نبغى 100,000 يا اخي. اما الان خلونا نخش في المقطع. طبعا سابقا حنا سوينا حلقة مشابهة جدا لحلقة اليوم، وشفنا فيها ايش راح يصير لو ريد ديد ريدمشن كانت ماينكرافت، لكن الان سويا راح نشوف ريد ديد ريدمشن لكن على شكل ليجو. تعالوا نشوف سويا. One more big score, we got enough money to leave. What do you think? Yeah. Nothing means more to me than this game. I would kill for it, I would happily die for it. I wish things were different. But it weren't us who changed. Trust me, Arthur. Just one more and try. That's always a goddamn train. I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. Come out! What about loyalty? Loyalty what matters. Do as you're goddamn told. It is us or him! Red Dead Redemption 2, coming October 26th, rated M for mature. One more big score, we got enough money to leave. What do you think? Yeah! Nothing means more to me than this game. I would kill for it, I would happily die for it. I wish things were different. But it weren't us who changed. Trust me, Arthur. Just one more. And that's always a goddamn train. I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. Come out! What about loyalty? Loyalty what matters. Do as you're goddamn told. It is us or him! Red Dead Redemption 2, coming October 26th, rated M for mature. One more big score, we got enough money to leave. What do you think? صراحة هذا الشخص جدا جدا مبدع، وزي ما شفتوا قدر يسوي تريلر بالليجو على التريلر الرسمي للعبة، وشفنا التشابه الكبير جدا بين الاثنين. يعني صراحة هذا الشخص جدا جدا مبدع وأبدع في هذا التريلر الليجاوي. الليجاوي كلمة جديدة. طيب الفيديو الجاي فيه حرق قوي جدا لقصة ريد ديد ريدمشن الجزء الأول، فإذا ما تبى تحرق على نفسك تخارج. Thank you.
يا سلام يا سلام لو انها هذه النهاية فعلا، وجون مورستن يدمرهم ويفرمتهم فرمته ويقتل ايجنت روس، راح يكون شيء عظيم جدا صراحة، وبكذا يكون مسيرة العصابة انتهت بمقتل اخر عدو لها اللي هو ايجنت روس. لكن زي ما تعرفون لا تجري الرياح كما تشتهي السفن، وللأسف انه جون مورستن اندعس ومات. طبعا هذا هو مقطعنا لليوم، وفيه شفنا عدد من فيديوهات الليجو عن Red Dead Redemption سواء الجزء الاول او الجزء الثاني، وصراحة كل الاشخاص اللي ظهروا اليوم كانوا جدا جدا مبدعين بالاشياء اللي سووها وتفننوا صراحة. بالنسبة لي افضل فيديو من الثلاثة فيديوهات هو فيديو Red Dead Redemption الجزء الاول ونهاية جون مورستن الاسطورية الجديدة. طيب يا لهبين شاركونا اراءكم في خانة التعليقات، ايش اكثر لقطة عجبتكم من الثلاثة لقطات. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.